میری گزارش ہے کہ نکاح جب ایجاب و قبول کا وقت ہوگا تو آپ افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں، بہت اچھے انداز سے جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، اس طرح کی آپ سے امید کی جاتی ہے۔ جو لوگ کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کھڑے رہنا یہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے اور یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا رہی، عزت کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اس لیے بیٹھ جائیں اور خطبہ نکاح غور سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وقال من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، وقال من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه، يا معشر الشباب قال النبي صلى الله عليه واله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين، صلاه وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين۔ ایجاب و قبول، جو ان کے گواہ وکیل ہیں وہ یہاں آ جائیں اور آپ لوگ اطمینان سے سکون سے ایسے بیٹھے رہیں۔